بسم الله الرحمن الرحيم. هنعرف ان شاء الله في الفيديو ده تقسيمة البروجكت المعمول بالام في سي. هنعرف يعني ايه كومبوزر، هنعرف يعني ايه فيندور. تقسيمة الملفات في البروجكت بتبقى سهلة وبسيطة خالص. خلينا نعمل مثلا ملف جديد بيبقى عبارة عن اب بابليك. الاب ده بيبقى فيه 3 فولدرات: models, view, و controllers. تمام. طيب البابليك بيبقى فيه كل حاجة خاصة بالستايل، زي ايه؟ زي ال CSS، زي ال JS. دي بكل بساطة تقسيمة البروجكت بالـ MVC. طيب يعني ايه كومبوزر؟ كومبوزر هي أداة بتستخدمها عشان تعرف لك المكتبات اللي انت محتاجها في شغلك، وكل ده بيتم عن طريق الكوماند لاين. بس اهم استخدام ليها هو ان الكومبوزر بيعمل لك اوتو لودنج للكلاسز. يعني بدل ما انت كل شويه تعمل ريكوير وانس للكنترولر، ريكوير وانس للكلاس معين، ريكوير وانس للكلاس معين، ريكوير وانس للكلاس معين، لا، الكومبوزر بيتولى عنك المسؤوليه دي، وهو اللي بيعمل ريكوير وانس للكلاس بتاعك. هنبدا ان احنا ننزل الكومبوزر. هنخش على صفحه الكومبوزر، يعني نيجي هنا مثلا او نكتب جيت كومبوزر، ده اول واحده هنا. نيجي عند داونلود هنا ونتك على الزرار كومبوزر سطب دوت اي اكس اي، هينزل عادي. انا مسطبه عندي فمش لازم انزله تاني، هينزل عندك وهتسطبه بكل سهوله خالص. طيب عشان تسطبه في البروجكت بتاعك لازم يبقى عندك ملف كومبوزر دوت جيسون. جوه ايه الكومبوزر دوت جيسون؟ هيعمل اوتو لود لانهي فولدر. يعني احنا عندنا الاب ده هيبقى جواه كنترولرز، تمام، وجوه الكنترولرز كلاسز. طيب وفي نيم سبيس اللي هو الروت بتاعنا، اللي هو هيبقى بي اتش بي ام في سي مثلا، ده الروت بتاعنا، الروت نيم سبيس بتاعنا هيبقى جواه فولدر الاب زي ما احنا عملناه من شويه، وجواه شويه كنترولرز اللي هي شويه كلاسز. يعني هو بيعمل اوتو لود لاي كلاس جوه فولدر الاب ده بكل بساطه. طيب ايه ريكواير دي؟ دي الباكجات بقى، اي باكج انت عايز تنزلها بتحط اسمها هنا والكمبوزر ينزلها لك بكل بساطة. طيب جميل، هنفتح الكوماند لاين وهنكتب كومبوزر انستول. حمل لنا الكومبوزر، سطبه لنا في البرنامج في البروجكت بتاعنا. ملف الفيندور ده بيبقى جواه الاوتو لودر، جواه الباكجات اللي انت حددتها اهو، دي الباكجات اللي انت حددتها هو نزلها لك، وبيعمل لك اوتو لود لاي كلاس جوه الاب. تمام.